أخبار اليوم. نشرة الأخبار، أهلا بكم. السيسي وبوتين يؤكدان على قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين. أجري اليوم اتصالا هاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الرئيسان توافقا خلال الاتصال على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الإرهاب، خاصة أن المرحلة الحالية تفرض أكثر من أي وقت مضى أهمية تضافر جهود البلدين معا من خلال مقاربة دولية شاملة تضمن اتخاذ إجراءات حاسمة وراضعة ضد قوى التطرف والإرهاب التي باتت تستهدف كافة دول العالم دون تفريق. مفتي الجمهورية يعلن عن مبادرة لمواجهة الإسلاموفوبيا. أعلن مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام عن مبادرة عالمية جديدة لدار الإفتاء المصرية للتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا في الغرب عقب الهجمات الإرهابية الأخيرة التي طالت عددا من دول العالم، كان آخرها العاصمة الفرنسية باريس. بدء مسيرة السلام من خليج نعمة بشرم الشيخ. وصل ضيوف مؤتمر أخبار اليوم لتنشيط السياحة إلى خليج نعمة لبدء مسيرة حاشدة لتوصيل رسالة أمن وسلام إلى العالم، حيث بدأت المسيرة لحشود من الزوار لمدينة شرم الشيخ حاملين لافتات مكتوب عليها أنوار مصر لا تنطفئ. الأندية الألمانية تعزز إجراءاتها الأمنية بعد هجمات باريس. عززت أندية في دور الدرجة الأولى الألمانية لكرة القدم الإجراءات الأمنية قبل استئناف المسابقة خلال الأيام المقبلة عقب هجمات دامية في باريس وإلغاء مباراة ودية كانت مقررة بين ألمانيا وهولندا الثلاثاء بسبب إنذار بوجود قنبلة، ووجد منتخب ألمانيا الفائز بكأس العالم نفسه مضطرا إلى اللجوء لمكان آمن للمرة الثانية خلال 4 أيام بعد خوضه مباراة ودية الجمعة الماضية أمام فرنسا في باريس أثناء الهجمات الإرهابية. قوات التحالف تشن 29 ضربة ضد داعش في سوريا. قال الجيش الأمريكي إن الولايات المتحدة وحلفائها نفذوا 16 ضربة جوية في العراق و13 في سوريا ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وقالت قوة المهام المشتركة إن الضربات التي نفذت في سوريا وقعت قرب البوكمال والحسكة والهول، وشملت 4 ضربات قرب الرقة حيث دمرت 3 مقار ومعسكرا مؤقتا للمتشددين. وكثف التحالف الهجمات على معقل التنظيم منذ التفجيرات التي تعرضت لها باريس الأسبوع الماضي. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.